مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة المباشرة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حيث توجد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تخوض حربا شرسة برفقة التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. آخر إنجازات هذا التحالف العربي وكذلك القوات الشرعية هو سيطرتهم على معبر باب المندب الذي يعتبر منطقة استراتيجية على صعيد التجارة العالمية، بعدما تمكنوا من طرد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق إلى أماكن أبعد وسيطرتهم على هذا الباب، وكذلك جزيرة ميون التي تعتبر جزيرة استراتيجية في بوابة البحر الأحمر الجنوبية. لمناقشة هذا الإنجاز العسكري الذي وصف بالاستراتيجي، معي في الاستوديو هنا الضيفان الكريمان السيد ياسر الآف اليافعي، رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز، وكذلك فتحي بلزرق، رئيس تحرير عدن الغد. مرحبا بكما، وأبدأ مع فتحي. سيد فتحي، كيف تناولت وسائل الإعلام على محدوديتها هنا في اليمن قضية سيطرة القوات التحالف وقوات الشرعية وكذلك لجان المقاومة على باب المندب؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة سكاي نيوز. وسائل الإعلام في مدينة عدن هي واكبت الحدث منذ أول لحظة، هي واكبت كل الأحداث، أحداث المقاومة منذ أول لحظة، غطت جميع فعالية المقاومة، أحداث المقاومة بشكل كامل. سعى الإعلام لتغطية الحدث ونقل الصورة إلى العالم. الحدث كان جلل وكان مميز وكان هام. الحوثيون خسروا مدينة عدن قبل أشهر من اليوم، وبالأمس خسروا باب المندب وهو المنفذ البحري الهام في اليمن. ربما تكون خسارة باب المندب هي أحد أكبر الخسارات السياسية والعسكرية التي منيت بها جماعة الحوثي. التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام هنا المحلية في عدن هي غطت الحدث بكل تفاصيله، ونحن ننتظر بإذن الله أن نغطي حدث دخول قوات التحالف إلى صنعاء ومن ثم إلى صعدة وكافة المناطق اليمنية. طيب، هذا على الصعيد وسائل الإعلام، كيف تعامل أو كانت ردود فعل الشعب هنا على الأقل في عدن والمناطق الأخرى المحررة إزاء تحرير وسيطرة التحالف والشرعية على هذا الموقع الاستراتيجي، سواء من الناحية العسكرية أو من ناحية المبادلة التجارية العالمية؟ طبعا أولا مساء الخير وأهلا وسهلا بك في عدن ضمن طاقم سكاي نيوز الذي كان له دور بارز منذ بداية الحرب وما بعد الحرب. طبعا بالنسبة لأبناء عدن والمحافظات المجاورة لعدن أو المحافظات الجنوبية، كان استعادة باب المندب يعتبر نصر تاريخي لهم، أعدوا الكثير منهم نصر تاريخي، لأنه كما نعلم أن باب المندب كان يتبع المحافظات الجنوبية، وعلي عبد الله صالح أثناء سياسة طمس الهوية الجنوبية جعل من باب المندب جزء من محافظة تعز التي تنتمي إلى شمال اليمن، فكل الناس هنا كانوا فرحانين جدا بالنصر واعتبروه نصرا تاريخيا واستراتيجيا، أعتقد أنه يقارب نصر تحرير المحافظات الجنوبية بحد ذاتها. وكمان نعلم أن نظام علي عبد الله صالح وبعده ميليشيات الحوثي خلال الفترات السابقة استخدموا مضيق باب المندب وسيطرتهم على معبر باب المندب لابتزاز سواء كان ذلك دول الخليج أو الدول الأخرى وبما فيها مصر، من خلال تهديدهم الممر المائي أو السفن التجارية بالتعرض لها في حال لم يلبوا طلباتهم، حيث استخدموا ذلك في مفاوضات مسقط، تهددوا بأنه سيتم إغلاق المعبر أو الاعتداء على سفن تجارية لتحقيق مصالح سياسية بهم. وأعتقد أن الخسارة التي منيوا بها هي خسارة كبيرة مثل ما أشار الزميل فتحي، وربما تكون من أكبر الخسائر التي منيوا بها في منذ بداية الحرب وحتى الآن. طيب فتحي، أمس خالد بحاح رئيس الوزراء ونائب الرئيس اليمني زار باب المندب، وقد كنت أنا هناك وحضرت عرض عسكري ضخم لقوات التحالف وكذلك لقوات الشرعية واللجان المقاومة الشعبية. ما هي الرسالة التي يمكن أن تقرأ من خلال زيارة بحاح إلى منطقة قبل بضعة أيام فقط كان فيها الحوثيون وأنصار الرئيس السابق، كما أنه وفي تلك اللحظة التي كنا في الأرض كانت ما زالت بعض الجيوب أو بعض الفرين يختبئون في جبال قريبة وفي كهوف وسط الحجارة؟ زيارة بحاح إلى منطقة باب المندب هي حملت ثلاث رسائل سياسية، بعضها موجه إلى العالم وبعضها موجه إلى الداخل.
الرسالة الأولى التي وجهت الحكومة عبر زيارة بحة إلى الداخل هي التأكيد على أن الحكومة الشرعية هي موجودة في منطقة باب المندب، وهي تواكب كل الانتصارات وتمضي قدما مع قوات التحالف وقوات المقاومة. الرسالة الأخرى الموجهة إلى العالم هي أن باب المندب باتت منطقة مؤمنة بعيدا عن طيش الحوثيين، بعيدا عن استفزازاتهم للعالم، تهديدهم لممر ملاحي دولي. والرسالة الأهم هي التأكيد أن الحكومة هي جنبا إلى جنب إلى جانب المقاومة. لحظة الاشتباك، لحظة القتال، لن تتخلى الحكومة ولن يتخلى الرئيس هادي ولن تتخلى إدارة بحة عن المقاومة، وستمضي قدما بإذن الله صوب تحرير كافة المحافظات الأخرى. زيارة بحة كانت زيارة هامة وكانت تأكيدا على أن المقاومة فعلا سيطرت على هذه المنطقة. الحوثيين تحدثوا أمس عبر وسائل إعلامهم وأوردوا العديد من التقارير، قالوا أن المنطقة لم تحرر. جاءت زيارة بحاح وأكدت بالصوت وبالصورة وبالحضور السياسي الفاعل أن باب المندب سقط من أيدي الحوثيين ومنطقة تم تحريرها. هم كذبوا خلال الفترة الماضية بخصوص عدن، بخصوص شبوة، بخصوص أبين، بخصوص مناطق كثيرة، بخصوص قاعدة العند. الأكيد والمؤكد أن جماعة الحوثي هي من تخسر خلال المرحلة القادمة، وأن قوات التحالف وقوات المقاومة الشعبية هي من تتقدم إلى الأمام. وبإذن الله سنرى عما قريب بحاح يؤكد حضوره في صنعاء، في صعدة، في كل المناطق اليمنية. نعم ياسر اليافعي، إن كانت هذه الرسائل التي بعثها بحاح إلى الداخل والخارج، لكن على الصعيد الشعبي هل تعتقد بأن هذا سيزيد الثقة في الحكومة الانتقالية، حكومة المنفى التي تعيش الآن في عاصمة مؤقتة وترتفع شعبية، خاصة وأن الكثير من اليمنيين الذين التقيتهم ليسوا مقتنعين أو راضين عن الأداء الحكومي في هذه الفترة؟ طبعا إن تحدثنا عن الحكومة، هي حكومة مرت بظروف ومراحل صعبة، تقريبا شهرين تم حصارهم، بعد أن تم حصار خالد بحاح ومجموعته واعتقالهم بشكل استثنائي بصنعاء وإرغامهم على الإقامة الجبرية، حدثت اجتياح الحوثيين للجنوب وتم إخراجهم من صنعاء إلى خارج اليمن. يعني تمر بظروف صعبة والمواطن لا يعول عليها كثيرا، هم يعولوا على المقاومة ويعولوا على قوات التحالف أكثر من تعويلهم على المقاومة، ولا سيما في الجانب العسكري. طبعا الانتصارات التي تحققت في باب المندب مؤخرا هي سترفع معنويات المقاومه وسترفع معنويات المواطن العادي وستصيب الميليشيات الحوثي بانهيار كبير. هم الان محاصرين في صنعاء، في 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 جبال صنعاء تحديدا وجبال صعده، المنفذ الاستراتيجي المهام والذي دفعوا الى الجنوب من اجل باب المندب، وكان ايران استخدمت الحوثيين كادوات من اجل السيطره على باب المندب وليس السيطره على جبال صنعاء. فهم الان خسروا احد اهم المنافذ المائية في العالم، والذين كانوا سيناورون عليه، كانوا سيحاولون ابتزاز العالم فيه. أعتقد أن معنويات الحوثيين ستنهار تباعا ومعنويات المقاومة سترتفع تباعا، والمقاومة الآن وأثبتت أن بعد أن بدأت أو قبل أن تبدأ معركة باب المندب شاهدنا تجمعت المقاومة بشكل كبير وذهبوا المئات خلال يومين فقط، أو أقل من يومين تم تحرير باب المندب، والآن هناك انطلاقات لتحرير مناطق أخرى في المحافظات الشمالية. طيب فتحي بالأزرق، وأنت طبعا ربما تابعت، وأنا شخصيا حضرت أمس إلى منطقة باب المندب، وكذلك اليوم كنت في جزيرة ميون التي هي في وسط باب المندب وتطل من الناحية الشرقية على اليمن، ولكن من الناحية الغربية نرى السواحل الجيبوتية. هل هذا سيزيد من الثقة في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، سيما وأن الرسالة كانت أيضا رسالة طمأنة إلى الشعوب الخليجية التي تساهم قواتها في هذه الحرب؟ بالتأكيد هي الحرب التي شنت في اليمن خلال الأشهر الماضية لها وجهين. الوجه الأول هو وجه الحرب الحوثي على الشعب اليمني تحديدا في كل المحافظات، والوجه الثاني هو لإيذاء الإيراني لمصالح الدول العربية والمحيط الإقليمي بشكل كامل. التأكيد على سيطرة على جزيرة ميمون على باب المندب هو تأكيد أن التحالف العربي إلى جانب نجاحه في دحر الحوثيين في المناطق اليمنية بات قادرا أن يدحر الأداة الإيرانية ممثلة بالحوثيين وقوات صالح من مضيق باب المندب وجزيرة ميمون.
هذه رسالة مؤكدة وتأكيد على أن التحالف العربي بات يؤمن إلى جانب المقاومة واحدة من أهم الممرات الدولية حول العالم. إنجاز كبير حققه التحالف في هذه المنطقة، وهو بعث رسالة ليس لليمنيين فقط وليس للعرب فقط، وإنما المجتمع الدولي يؤكد فيه أن باب المندب باتت منطقة مؤمنة، وأن المساس بسلامة الممرات الدولية أمر غير قابل للنقاش. ثم عفوا على المقاطعة، من يقول إن ربما بعض التعليقات وقد وصلتني شخصيا تقول إنه تم تسليم باب المندب إلى ما وصف بتنظيم القاعدة، علما بأننا لم نرى لا قاعدة هناك ولا غير ذلك، إنما هم مقاتلون من لجان المقاومة ومن الفرقة الرابعة من الجيش النظامي. الحقيقة هي معكوسة، الكل في اليمن يدرك ويعرف أن القاعدة هي أحد الأدوات التي استخدمها نظام علي عبد الله صالح خلال السنوات الماضية. أنا شخصيا كصحفي خلال تغطية الحرب كنت أرى حينما يتعرض الحوثيون وقوات صالح لهزائم كثير من التحالف وقوات المقاومة تنشط ما تسمى بالقاعدة. هذا تأكيد دليل كبير على أن القاعدة هي إحدى الأوراق التي لعب بها علي عبد الله صالح خلال السنوات الماضية ويحاول أن يلعب بها حتى اليوم. لكن كل القوات التي ذهبت إلى باب المندب هي مشكلة من المقاومة الجنوبية من أبناء محافظات الجنوب، بالإضافة إلى وحدات من قوات التحالف. لا يوجد هنالك في هذه القوات أي حضور أو أي تواجد لعناصر القاعدة. ثم الكل يعلم بأن القاعدة ليس من مصلحتها استقرار الوضع في هذا الممر، بالعكس هي تستغل أوضاع الاضطرابات لإحداث فوضى مثلها مثل الحوثيين. لذلك في التأكيد على أن باب المندب بات في أيدي أمينة ممثلة بقوات التحالف وقوات المقاومة هو تأكيد حقيقي وفعلي على أرض الواقع. لمسته أنت ولمسته أنا ولمسه جميع الإعلاميين والناس، وستثبت خلال الأيام القادمة بإذن الله بأن عملية تأمين باب المندب كانت عملية ناجحة بكل المقاييس. وفي سياق هذا الحماس أتوجه إليك سيد ياسر اليافعي، هل تتوقع الآن أن تبني المقاومة الشعبية وكذلك القوات النظامية إضافة إلى قوات التحالف على إنجاز استعادة باب المندب والمضي قدما نحو الشمال إلى مدينة المخا الساحلية التي ما زالت بأيدي الحوثيين وأنصار الرئيس علي عبد الله صالح، وهي ليست بالبعيدة كثيرا عن باب المندب؟ طبعا الاتجاه شمالا بالنسبة للمقاومة في عدن والمقاومة في المحافظات المجاورة، هو هناك جدل في الشارع الجنوبي تحديدا. هناك من يقول لابد من مشاركة القوات أو المقاومة الجنوبية ضمن قوات التحالف في تحرير بعض مناطق المحافظات الشمالية، وبعضهم يقول لا نكتفي بتأمين حدود المحافظات الجنوبية. لكن بحسب المعلومات التي وصلت إلينا مؤخرا أن هناك استعدادات للدخول إلى مدينة المخا لتأمين الخط الساحلي من عدن حتى المخا وتسهيل نقل السلاح إلى المقاومة داخل مدينة تعز، وأعتقد أن خلال الأيام القادمة أو خلال غدا أو بعد غد سنشاهد مفاجآت أخرى بالسيطرة على المخاء، أيضا لتسهيل عبور السلاح والدعم إلى المقاومة داخل تعز، لأنه نعلم ارتباط كبير بين تعز وعدن من خلال الخط الساحلي الذي يمر عبر باب المندب. طيب فتحي بالأزرق، أنت تتابع هذه الأزمة منذ بدايتها وتغطيها ومطلع على الشأن اليمني وخاصة على مستوى السلاح، هل لاحظت أي تغيير في أداء المقاومة الشعبية والجيش الشرعي خلال الفترة الأخيرة بعدما تدخلت قوات التحالف العربي وبعدما لاحظنا أن هناك أسلحة نوعية باتت تستخدم في الميدان؟ بلا شك الناس هنا في محافظة الجنوب هم يشكرون الله أولا ويشكرون تضحية المقاومة ثانيا ويشكرون ثالثا قوات التحالف بدعمها للمقاومة بالسلاح وبالرجال وبالعتاد. لا شك ولا خلاف على أن سلاح التحالف الذي مدت به المقاومة منذ بداية الحرب وحتى اليوم هو كان عنصر فاعل في حسم المعركة على أرض الميدان. نحن شاهدنا المدرعات الإماراتية وهي تنزل أواخر شهر رمضان، وخلال 3 أيام من نزول المدرعات واستخدامها باتت عدن مدينة محررة.
الناس هنا في عدن وفي الجنوب بشكل عام لم يكن ينقصهم الرجال، كانوا الالاف من المقاتلين الموجودين، لكن السلاح لم يكن بحوزتهم. عنصر السلاح حينما تم الدفع بعنصر السلاح الى ارض المعركه كان له اثر كبير. نتمنى مثل ما اورد الاخ ياسر ان نرى مقاومه مماثله للمقاومه الجنوبيه في محافظه تعز او الشريط الساحلي في تحرير هذه المناطق، مرتبط بشكل كبير بوجود مقاومة شعبية من أهالي هذه المناطق، وأعتقد أن التحالف يملك قدرة تكرار التجربة الناجحة في عدن، في تعز، في مارب، في مناطق كثيرة من الشمال، وصولا إلى صنعاء وتحريرها من ميليشيا الكويتية. نعم فتحي، أتيت على ذكر مأرب ونحن نعلم أنه قبل بضعة أيام فقط تمكنت قوات التحالف وأيضا الشرعية من السيطرة على سد مأرب. هذه طبعا السيطرة على هذا السد تعتبر رمزية بشكل كبير باعتبار أن الموقع الاستراتيجي لذلك السد، وأيضا كونه جزءا من التعاون بين دول المنطقة. هل بإمكان ذلك أن يساهم في الضغط باتجاه مأرب وربما النزول إلى تعز ويعني تضييق فك الكماشة بين شرقا من اتجاه المخا وعفوا شرقا من اتجاه سد مأرب وغربا من ناحية المخا؟ أعتقد أن السيطرة على منطقة على مناطق عديدة في مأرب منها سد مأرب هو انتصار برضو استراتيجي، يكون منطقة مأرب محاذية لصنعاء وترتبط أيضا بمحافظة الجوف المحادة لمحافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيسي. والاستراتيجية التي يمشي عليها التحالف والجيش الوطني هي تحرير مأرب بشكل كامل والانطلاق باتجاه الجوف ثم صعدة، لأن هناك ارتباط كبير بين الجوف وصعدة وربما إلى مدينة صعدة نفسها عاصمة الحوثيين حاليا، وسيتم تطويق صنعاء لأنه صنعاء نعلم أنها طبيعة جغرافية صعبة، من الاستحالة أن تدخل قوات التحالف إليها إلا إذا حدثت ثورة مسلحة من داخل صنعاء نفسها. وأعتقد أن الآن بدأت ملامح هذه الثورة، ونأمل أن الانتصارات التي تحققت في الجنوب والسيطرة على باب المندب وعلى سد مأرب أن تعطي حافز للمعارضين للحوثيين بصنعاء. ياسر، وأنت تتحدث عن أصداء هذه الإنجازات في الجنوب، فتحي ما هي يعني الأصداء أو تواصل، هل هو حاصل وهل من أصداء في علاقتكم بإخوتكم في الشمال الذين ما زالوا في المناطق الخاضعة لقوات الحوثي وعلي عبد الله صالح؟ الحقيقة على أرض الميدان لا يوجد أي تواصل حقيقي بين المقاومة في الشمال والمقاومة في الجنوب، لكن الهدف الذي يجمع كلا المقاومتين هو الإطاحة بحكم وجود ميليشيا الحوثي ونظام رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح. الكل يتفق في الشمال وفي الجنوب على أن هذه القوة هي قوة باغية على الساحة السياسية اليمنية ويجب التخلص منها. بلا شك أن الناس في عدن، في الضالع، في حضرموت، في شبوة، في كافة مناطق الجنوب هي ترحب بتقدم المقاومة في مأرب، هي ترحب بتقدم المقاومة في تعز، هي ترحب بتقدم المقاومة في كل مناطق الشمال. الكل يتمنى أن تسقط هذه العصابة وأن تستعيد الحكومة الشرعية ولايتها الحقيقية في اليمن، قوتها، فعاليتها، أن يعود الجيش اليمني الحقيقي المتكامل إلى واجهة المشهد السياسي، ومن ثم صياغة وحدة وطنية حقيقية، حل القضية الجنوبية، الكثير من القضايا الوطنية التي يتمنى الناس في الجنوب أن تحل حلا عادلا بعد الإطاحة بهذه العصابة. الكل في اليمن شمالا وجنوبا يتفق اتفاق كامل لا خلاف فيه على أن هذه الشردمة هي خارجة عن التوافق الوطني اليمني بشكل كامل. إذن هذا ما سنطلع عليه ربما في الأيام المقبلة أو في الأسابيع كذلك المقبلة، خصوصا وأن هناك تطورات متسارعة. شكرا لك فتحي البلزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وشكرا لياسر اليافعي، رئيس تحرير صحيفة يافع نيوز. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وعودة إلى الزميلة فضيلة واستوديو الأخبار. شكرا لك أيضا عبد الرحيم الفارسي. إلى هنا تنتهي ملفات غرفة الأخبار، غدا موعد جديد وملفات جديدة.